للمزيد ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أهلا بك سيد مبارك. بداية، ما المعلومات المتوفرة لديكم من تفاصيل لاختطاف السفينة من قبل الحوثي؟ أسعد الله صباحكم. يعني كانت بيان التحالف العربي واضح بكثير من المعلومات التي أشار إلى أن هذه سفينة إماراتية، سفينة مدنية تحمل معدات المستشفى السعودي الميداني الذي كان يقام في جزيرة سقطرى، وكان في طريق عودته إلى ميناء جيزان في المملكة العربية السعودية. السفينة يوم السبت الماضي كانت شوهدت في سقطرى، واليوم والليلة الماضية تقريبا قبل أن تصل إليه تم اختطافها من هذه العصابة. واضح أن عملية الاختطاف جاءت على أحداث التطورات العسكرية والتقدمات العسكرية الذي يحدثها الجيش الوطني اليمني ويحدثها التحالف العربي في كل الجبهات، لتصفية كثير من القيادات العصابية لتمرد الحوثي. بمعنى أن هذه العملية ما هي إلا إشارات إلى أن التمرد لا يزال موجود. في اعتقادي أن هذا الاختطاف بالفعل أثبت أن التمرد يتصرف كعصابة وليس كنظام، وهذا يثبت بالفعل جدوى وفاعلية وصدق بيانات التحالف العربي بوجوب حماية ميناء الحديدة تحديدا، ووجوب أصبح اليوم أمرا لزاما على تحريره، وعلى الأمم المتحدة بالفعل أن ترفع يدها وأن تبطل اتفاقية استوكهولم التي حيدت التحالف العربي عن إكمال تحرير هذا الميناء الاستراتيجي والمهم للملاحة البحرية والتجارة الدولية. في رأيي أن استمرار بقاء سيطرة التمرد الحوثي على الموانئ هو تهديد حقيقي للملاحة الدولية. سيد مبارك، ما طبيعة الإجراءات التي سيتخذها التحالف للتعامل مع هذا الانتهاك؟ بكل تأكيد سيعمل التحالف على فك هذا الاختطاف، وستكون محط المتابعة العسكرية، وستسنح الفرصة بكل تأكيد لفك للصعود إلى السفينة أو لقطر السفينة أو الدخول في عملية تفاوض على الأقل للإفراج عن العناصر المدنية على ظهر السفينة. هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة جدا، سيسعى التحالف إلى رفع الملف من جديد لمجلس الأمن الدولي للنظر في فك اتفاقية استوكهولم التي لم تعد حقيقة ذات جدوى، بل هي مكبلة لأيدي الجيش الوطني والتحالف العربي من إكمال تحريرها لصالح المواطنين اليمنيين، خصوصا أن سفن الإغاثة والمساعدات الإنسانية كانت تأتي حقيقة من خلال هذا الميناء، لكن التمرد الحوثي بات يسيطر على حتى سفن القمح والمواد الغذائية، أيضا بات يتاجر بها في السوق السوداء. ولذلك في رأيي أن هذه العملية لن تعطل عملية التحرير، ستستمر في زخمها العسكري في كثير من الميادين، ستستمر التقدمات، وسيتم محاصرة هذه العملية في مكانها وفي محيطها حتى لا يكون هناك تطورات دولية. مبارك العاتي المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، شكرا لك.